السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا الكرام، أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أوعى تكون منهم. معادنا النهاردة مع صفة جديدة من صفات ربنا عز وجل ذكر أن صاحبها هو والعياذ بالله منافق. تعالوا نستمع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. زي ما سمعنا في الآيات، ربنا عز وجل ذكر المنافقين فيهم صفة هي إيه؟ هي صفة السخرية من المؤمنين، وعنده دايما يسخر من اي شكل ايماني. يعني مثلا تلاقي لو شفت واحده منقبه، ده ايه اللي شبه الخيمه دي؟ لو شاف واحد لابس جلابيه، يا عم هو جاي لنا من افغانستان. إيه لو شاف مثلا إيه شاب ما بيعكس بنات، يا عم هو هيعمل لي فيها متربي، هو كذا. هو عنده دايما شعور ودايما على طول بيسخر من اي شكل ديني. لو واحد ربنا رزقه مثلا ببنت وسماها اسم مثلا على اسم واحده من الصحابيات، سماها رقيه، سماها كذا، ايه يا عم الاسم ده؟ يا عم تسمي يا عم اسم حلو بتاع النهارده. لو ربنا رزقه ولد وسماه مثلا مصعب، مثلا مصعب، ايه يا عم الاسامي دي؟ ما تسمي يا عم اسامي زي الناس كده، اسامي الحلوه دي يا عم، سمي كده فارس ومارس وبتاع الحاجات الجميله دي. فدايما عنده مشكله ان هو بيسخر من كل ما هو له علاقه بالدين. كل حاجه لها شكل ديني مش عاجباه بيتريق عليها، شايف ان هي يعني حاجه للسخريه. فربنا عز وجل بيحذر وبيذكر، بيقول يا جماعه اللي عنده الصفه دي صفه من صفات المنافقين. فانت راجع نفسك، هل انت من الناس دول؟ هل انت من الناس اللي بيقعدوا يتريقوا على الملتحين والملقبات واسامي الاسلاميه والمحلات اللي بتشتغل مثلا في حاجه شرعيه، بتتريق على البنوك الاسلاميه، بتتريق على المحلات اللي ما بتبيعش سجاير، على المحلات اللي ما بتبيعش خمور، على قاعات الافراح اللي ما فيهاش اختلاط، على انت من الناس اللي بتتريقوا على الحاجات دي؟ لو انت فيك الصفه دي فبقول لك احذر، دي صفه من صفات المنافقين، ربنا عز وجل يعني يتوب عليك منها. ويحاول تراجع قلبك، لو فيك الصفة دي تحاول تغيرها، لأن ربنا عز وجل بيحذر منها وبيتوعد صاحبها أن له عقاب عظيم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منه. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.